데려가요. 네? 안 돼. 왜요? 걔는 수명이 짧아서 싫어. 데려가요. 네? 안 돼. 왜요? 걔는 수명이 짧아서 싫어. مرحبًا أنا شمس من كوريا. اليوم نتعلم تعبير كوريا من المسلسل الكوري كومي هوديون اللي شفنا من قبل صح؟ أولًا هي تقول 데려가요 데려가요. مرة ثانية 데려가요 هو فعل مضارع ولكن هي تستخدمه كفعل أمر. 데려가요 يعني هيا نأخذ هيا نأخذه خذه هكذا خذه. ولكن شو معنى هذا بالضبط؟ كايو يعني نذهب. فتيريو غايو يعني تيريو خذه كايو نذهب. فهذا نفسه هو فعل الكوري. تيريو غايو يعني نأخذه ونذهب هكذا بالضبط. فله معنين أوكي؟ خذه وثم نذهب. متى نستخدم هذا التعبير؟ مثلا عندي بنت اسمها قمر مثلا ولازم أخذها من المدرسة الساعة 4 ولكن أنا تأخرت عشان الشغل وأنا الساعة 5 ولما أغادر من الشركة لأخذ بنت من المدرسة أنا أتصل بالمدرسة أولا وموظف المدرسة يقول أوه شمس أوه تأخرت قمر 데려가요 قمر بالني 데려가요 قمر اسم بنت قمر بالني بسرعة 데려가요 خذها. في هالحالة نستخدم 데려가요 مثلا خذها واذهب هكذا. فهي تقول 데려가요 خذها الكلب ونرجع للبيت هكذا اوكي. وبعدين هي تقول 네 네 네 يعني بالضبط هو معناه نعم 네. ولكن في هالحالة عندما نطلب شيء لشخص آخر ثم نقول 네 إذا هذا مثل please أرجوك أوكي. ف 데려가요 네 يعني خذوا من فضلك أرجوك هكذا أوكي. وبعدين 안 돼 هو يقول 안 돼 안 돼 يعني لا لا ولكن له معنى غير مقبول أو ممنوع. في الحالة نقول لا 안 돼 안 돼 لا هكذا أوكي. هناك تعبير آخر أنيو أنيو أيضا لا ولكن عندما نسأل عندما شخص آخر يسألني هل هناك كذا كذا وأنا أجيب لا أنيو أنيو هذا إجابة لا للسؤال الذي يبدأ بهل أوكي. ويو هي تسأل ويو لماذا ويو لماذا بامال بين أصدقاء نقول وي لماذا ولكن هو أكبر منها فهي تقول تستخدم تعبير بالاحترام ويو لماذا. وآخر جملة ولكن صعبة ولكن سنحاول أن نحلل 걔는 수명이 짧아서 싫어 걔는 수명이 짧아서 싫어 오케이 걔는 싫어 오케이 걔 kelp 싫어 يعني لا أحب 걔는 싫어 يعني لا أحب كلب تمام لا أحب كلب 걔는 싫어 لا أحب كلب. ولكن هو يضيف الجملة الصغيرة في الداخل هل جملة كبيرة مثلا 수명이 짧아요 أوكي. 수명 هو مدى حياة أو فترة حياة فسوميون إي نستخدم بعد مبتدا 짧아요 هو صفة 짧아요 يعني قصير فسوميونغ이 짧아요 يعني مدى حياة قصير أوكي. ولكن هو يغير إلا سوميونغ이 짧아서 شو معنى هذا؟ سوميونغ이 짧아서 لأن مدى حياة قصير هكذا أوكي. 걔는 싫어 يعني لا أحب الكلب ولكن نحط الجملة الصغيرة في داخل هالجملة 걔는 수명이 짧아서 لأن
لأن مدى حياتي قصير أو مدى حياتي قصيرة لذا كانن شيرو لا أحب الكلب. جملة كاملة كانن 수명이 짧아서 싫어 يعني لا أحب الكلب لأن مدى حياته قصير هكذا شوية مرتبكة ولكن هذا هو الطريق اللي الكوريون يستخدمون التعبير 데려 가요 네? 안 돼 왜요? 걔는 수명이 짧아서 싫어 데려 가요 네? 안 돼 왜요? 걔는 수명이 짧아서 싫어 كيف كانت المحاضرة؟ سهلة ولكن صعبة عندما نربط بين جملتين هكذا أوكي؟ ولكن إن شاء الله سنتطور شكرا جزيلا كنتم مع شمس مع السلامة